إذا كانت عندك مشكلة في حفظ الأفعال الشاذة irregular verbs, this video is for you. تبع حتى الآخر وغنهنيك من المشكلة. هاي السلام عليكم ومرحبا بكم في صفحة M2Source في تعلم اللغة الإنجليزية ولشرح دروس تاني بكالوريا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد ثلاثة الطرق اللي يمكنوكم من حفظ الأفعال الشاذة وقت اللي قصير بزاف. ولكن قبل ما ندوز لهاد الطرق خاصك تعرف بالعقل ديالك كيحب شي حاجه سميتها تنظيم المعلومات. فكل ما كانوا المعلومات منظمين بشكل جيد في العقل ديالك كل ما سهل عليه يجبدهم نهار امتحان مثلا. حيت ماشي من المنطقي انك حتى قرب امتحان الوطني عاد تبغي تحفظ الباس كونتينيوز باس سيمبل باس بيرفكت جيرند مودلز الى غير ذلك. فراه مستحيل قدر العقل ديالك يستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات. anyway حليت هذا القوس حيت من بين الطرق اللي غنبارطاجي معاك في هذا الفيديو هي تنظيم المعلومات. قسمت كل الافعال الشاذه لخمسه ديال المجموعات وكل مجموعه ما كتشبهش الاخرى في طريقه الحفظ. and by the way الطرق اللي غنبارطاجي معاك في هذا الفيديو بثلاثه ما كيتشابهوش، يعني الا ما عجبتك الطريقه الاولى تقدر تخدم بالطريقه الثانيه او الثالثه. فكمل الفيديو حتى الاخر، دير معاك شي لايك تعلق كيف ما كان ويلا نبدا. سو نبداو بالمجموعه الاولى. قال لك سيدي في المجموعه الاولى التصريف ديال الفعل كيبقى نفسه، بحال مثلا فعل بيت فراه ما كيتبدلش سواء في التصريف الثاني او التصريف الثالث. يعني انت اسيدي ما محتاج تحفظ التصريف الثاني اللي هو السيمبل باس او التصريف الثالث اللي هو الباس بارتيسيبل ديال الفعل. اللي خاصك تحفظ هو الفيرب في البريزنت واين مجموعه كينتمي لها وبطبيعه الحال شنو كاين. سو ندوزو للمجموعه الثانيه باش ما نطولوش الفيديو. في المجموعه الثانيه قال لك باللي تصريف الفعل في الباست والباست بارتيسيبل كيكون بحال مثلا فعل فعل في الباست هو فعل وفي الباست بارتيسيبل كذلك فعل، وهادشي كينطبق على جميع الافعال الاخرين. وهذه هي تسمه افعال المجموعه الثانيه. باي ذا واي ما تكتبوها روح حيت كلشي غتلقاه على شكل بي دي اف وكل مجموعه على حده. سو ندوزو للمجموعه الثالثه. فهاد المجموعه التصريف الثاني والتصريف الثالث كيكونوا مختلفين غير في حرف واحد، يعني في التصريف الثاني كيكون حرف اي، اما في التصريف الثالث داك الحرف كيولي يو، يعني كيتبدل وكيولي يو. وقف الفيديو باش تشوف الفرق. باي ذا واي قبل ما ندوز للمجموعه الرابعه خاصك تعرف باللي الطرق اللي جايين مختلفين على هذه الطريقه الاولى، فبلا ما تخرج من الفيديو تفرج حتى الاخر واختار الطريقه اللي ارتحتي فيها. ساو ندوز للمجموعه قبل الاخيره. في المجموعه الرابعه التصريف الثالث يعني باس بارتيسيبل ديال الافعال ديما كيسالي ب اي ان. سو ندوزو لاخر مجموعه اللي هي الخامسه. هاد المجموعه كتشبه تقريبا المجموعه الثالثه. في التصريف الثاني كيسالي الفعل بجوج حروف اللي هما اي ان وكيتحول ل دبليو ان في الباست بارتيسيبل كيف كتلاحظوا. هادو هما المجموعات اللي كنت حفظت بهم الافعال الشاذه في الباك 2018 وبقيت نسيتهم من تماك. سو ندوزو للطريقه الثانيه وان شاء الله غتعجبكم بزاف. سو بالنسبه للطريقه الثانيه فغنستعمل واحد التطبيق اللي صراحه غني عن التعريف. اول حاجه تطبيق مجاني يعني كيخدم بلا كونيكسيون. ثاني حاجه انت ما محتاج تدخل داك التطبيق باش يمكن لك تحفظ افعال الشاذه. غتقول لي كيفاش؟ مثلا هذا هو التليفون ديالك، كل مره غتفتح فيها قفل الشاشه غيطلع لك تطبيق الفعل في التصريفات ديالو بثلاثه، يعني في الانفينيتيف سيمبل باست والباست بارتيسيبل، بالاضافه الى ذلك المعنى ديالو يعني باللغه العربيه وكذلك الصوت. وحاجه اخرى كيعطيك مثال على كل فعل شاد. anyway ندوزو نشوفو التطبيق كيفاش كيخدم. سو هذه هي الصفحه الرئيسيه ديال التطبيق اللي قلت لك. حنا سيدي بغينا الافعال الشاذه، غتكليك على هذه البلاصه هذه مبتدئ واحد، غتحيد على العلامه، غتهبط شويه لتحت وتكليك على الافعال الشاذه اتمام. اوكي مزيان، عطاونا فعل تو بي. الا بغيت تسمع كيفاش كتنطق تكليكي هنا بي ولا لاحظتي باللي عطاوك الترجمه ديالو، وهذوك بين معقوفتين بالنسبه للاي ان اف فكتعني انفينيتيف، اما بي اس فكتعني سيمبل باس او الباس سيمبل يعني التصريف الثاني، اما بي بي فكتعني الباس بارتيسيبل يعني التصريف الثالث ديال الفعل. الا بغيتي شي جمله على هذا الفعل كليكي على اضافي بحال هكا، وها هي الجمله. الا بغيت تسمع ليها كليكي كذلك هنايا he'll be here soon. مزيان. دابا الزوين في هذا التطبيق ما تحتاج تدخل ليه كل مره عاد تبقى دوز وتسمع وداكشي، لا
يعني فوق كتكون خدام التليفون ديالك وستيتي يعني ستيتي على الشاشه وكتعاود تحلها مره اخرى كيطلعوا لك فعل جديد. ولكن الا بغيتي كل مره يبقى يطلع لك فعل جديد كدير واحد القضيه اللي هي كدوز هاد اوكي بحال هكا. حنا ما ندوزوش دابا ياك نرجع بحال هكا مثلا خرجت من هاد التطبيق هك ورجعت بقى نفس الفعل اللي هو بي. الا بغينا يتبدلوا لي واحد اخر ادير هك وتعاود ترجع راه تبدل ولا هاك. يعني في كل مره حليتي الشاشه نضرب طلع الفعل التصريفات ديالو شنو كيعني شي مثال عليه ودير اوكي دوز وقضي الغرض ديالك وها انت بخير. من هنا السيمانات قرا صحفتي بزاف ديال الافعال مزيان. دابا سيدي لينا فصاليت انك حفظتي بزاف ديال الافعال وبغيتي تختبر راسك غتكليك على الايقونه هنايا غتكتب لغز اسمع عفوا اوكي مزيان. قالك سيدي هاف في الانفينيتيف فينا هي ما بين هاد الخيارات بطبيعه الحال هاف تاكيد جواب صحيح نيكست وغادا بحال هكا. الا بغيتي ترجع غير الوضع كيف ما كان كليك على هي نيت بالضبط دراسه اسمع. بقات اخر حاجه خصك تعرفها في السيتينز اللي هي الصوت. بالنسبه سيدي النطق قال لك النطق عبر الشبكه او النطق الداسي انت ملي غتانستالي هذا التطبيق غتلقى النطق عبر الشبكه يجي هبطو النطق الداسي حين النطق عبر الشبكه راه كيبغي كونيكسيون مزيان. دابا بقى ندوزو سيدي نبدلو تيم انا كيعجبني هذا اللون شي حاجه سميتها الكحل او شي حاجه غامقه كيعجبني بزاف اوكي رجعو باك. هادشي اللي كان في هاد التطبيق الا بغيتي تعلم شي حاجه اخرى فكليك على هنايا غتلقى بزاف ديال اللعيبات واعرين صراحه حسن هاد التطبيق هذا راه صراحه ما نكذبش ليكم واعر بزاف وغتستافدوا منه. سو ندوزو الى الطريقه الثالثه والاخيره. قبل ما ندوز الطريقه الثالثه والاخيره خاص تعرف باللي الافعال الشاذه راه عقدة ماشي غير عند العرب بوحدو عقدة حتى عند الأجانب. داكشي علاش واحد الأستاذ ألف واحد أغنية معظم الكلمات ديالها متكونة من الأفعال الشادة باش يسهلوا على التلاميذ حفظ هاد الأفعال. غادي نخليك تمزق واحد المقطع منه ورجعو ندويو. اللي مطلوب منك انت هو تيليشارجي هاد الاغنيه على شكل فيديو باش تعرف الكلمات كيفاش كتكتبو في السيمبل باس والباس بارتيسيبل ومن بعد تيليشارجيها على شكل ام بي 3 وتبقى تمزق ليها. سوا هادشي كاين في هاد الفيديو كنتمنى تكون استفدتو منه. اقل حاجه ديرو هي البارطاج كتفرجوا غير فيسبوك بارطاج راه فابور لايك فابور تعليق فابور كلشي فابور ولكن الوقت هو اللي ماشي فابور وانا كنعطيكم الوقت ديالي وكنجي نبحث ونقلب باش بنادم ما يبقاش عنده مشكل في اللغه الانجليزيه وتقول حقا بغيت غير 7 ولا غير 6 في اللونغلي نهار امتحان الوطني. فاذا كنت كتفرج في هذه القناه ومن المتابعين ديالها فان شاء الله غتجيب اكثر من هذه النقطه غتجيب فوق المعدل وغتعاونك بزاف اللغه الانجليزيه. فكان معكم خالد توسوس ونشوفكم فيديو جاي. سلام.